التحية هي ما استهل بها لحظة البداية التي تجمعنا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة الشارقة الرياضية. الرحلة في أغوار عزيمة المرأة مستمرة، وما تقدمها على الساحة من تطور في الحقل الرياضي نواصل نرصده ونلخص أحداثه في عناوين تقول: كؤوس ثلاثة للتميز، جديد الدورة العربية للسيدات في نسختها الرابعة. البولندية مونيكا قاهرة السيدات على رقعة الماسترز، والأوكرانية وصيفة. كأس رئيس الدولة للشطرنج يشهد صراعاً مثيراً على لقبه بين أندية الدولة. ناشئات أذربيجان يكسبن ودية الكرة على حساب الإماراتية والحصيلة هدفان. بن حيدر أمل سيدات الشارقة في دورة جواهر. نستهل البداية بأساتذة ماسترز الرقعة الشطرنجية وما ألت إليه نتائج النسخة الثامنة من بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي نظمها نادي الفتيات بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، والتي لخصنا قصتها في التقرير التالي نتابع. اختتمت منافسات بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج والتي أقيمت تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد بن صقر القاسمي عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي نظمها نادي الشارقة والثقافة للفتيات وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وجرت بمشاركة 100 لاعبة من 15 دولة من بينهن 25 لاعبة من الحاصلات على ألقاب دولية، وبلغت جوائزها 40,000 درهم. وبعد نهاية الجولة الأخيرة قامت الأستاذة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الفتيات والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مستضيف الحدث بتكريم الفائزين الأوائل اللاتي تقدمتهن البولندية مونيكا سوشكو الحاصلة على لقب النسخة الثامنة من البطولة. أنا زرت الإمارات مرتين، الأولى كنت أتنافس فيها في الشطرنج العادي والذي اكتسبت من خلاله خبرة كبيرة، كما اكتسبت أيضا فنون التنظيم لهذه التجمعات. أشكر اللجنة المنظمة على حسن الضيافة ودعوتهم لي، وهو ما أعتبره شرفا كبيرا أسعدني كثيرا، خاصة بعد أن حرزت هذه الكأس الغالية. أأمل أن أتي إلى هنا وألعب مرة أخرى. وقد عبر الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مستضيف البطولة بقاعته الكبرى بأنها تعد مسك ختام للاعبات المواطنات. ختام مسك لتواجد أكبر عدد من لاعبات دوليات ولاعبات المواطنات، ونتمنى إن شاء الله أن تكون يعني الفائدة كبيرة والمردود كبير لبناتنا اللاعبات على مستوى دولة الإمارات. نتمنى إن شاء الله من يعني في المستقبل يكون العدد أكبر من العدد اليوم، العدد 100، ويكون إن شاء الله في الأعداد يعني في المرات القادمة يكون العدد أكبر عشان تعمل فائدة على أكبر عدد كبير من اللاعبات. بينما قدمت الأستاذة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الفتيات الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على دعمها الكامل واللامحدود. البطولة خاصة هاي النسخة الثامنة لاقت نجاح كبير بشهادة الجمهور والمحبي لعبة الشطرنج. الحمد لله البطولة لاقت نجاح كبير، الحمد لله أن لاعباتنا احتكوا بلاعبات دوليات عالميات تصنيفاتهم عالية جدا، احتكوا ونتائجهم الحمد لله ولله الحمد مرضية لنادي الفتيات وحتى على مستوى دولة الإمارات. إن شاء الله نحن طبعا راح تكون إن شاء الله البطولة الجاية بتكون أفضل من هذه البطولة، وفكرة وراح تكون أكيد في شيء جديد، يعني لابد أن يكون في كل بطولة يكون لنا طابع خاص. الناس كلهم تكلموا عن هذه البطولة أنها هي مختصرة على السيدات، فكانوا يحاولون على أساس أن البطولة تكون مفتوحة. عادة البطولات الدولية تكون مفتوحة، ولكن نحن في إمارة الشارقة حابين أن هاي البطولة تكون مقتصرة على السيدات فقط، فجميع اللاعبات يكونون في هذه البطولة.
الاحتكاك مع الأساتذة الدوليين هو ما وضع نجومنا في مراتب متقدمة في رياضة الفكر، والتي ما زلنا نعيش أحداثها وبطولاتها ومتعتها، حيث بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي شهدت أدوارها الأولى متعة في الأداء من قبل فتياتنا من نوادي الدولة المختلفة. نعيش معكم أجواء البطولة وافتتاحها في التقرير التالي. بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وداخل قاعته الكبرى افتتحت منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات والناشئات تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. وقام بافتتاح مباريات البطولة حسين خلفان الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج وكريمة المعيني رئيسة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ومليح المازمي عضو مجلس الإدارة. وتعد البطولة هي الأخيرة في نشاط الاتحاد لعام 2017 ونهاية الموسم الفعلي للعبة، حيث يبدأ الموسم في يناير وينتهي في ديسمبر. وبعد البطولة سيتم تسليم النادي الفائز الدرع العام طبقا للائحة والجوائز السنوية لأفضل اللاعبين في احتفالية ينظمها الاتحاد الإماراتي للشطرنج. هذه البطولة غالية علينا كأس رئيس الدولة وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هذه البطولة التي شارك فيها ما يقارب 46 لاعبة من السيدات والناشئات. هذه البطولة من ضمن أنشطة الاتحاد الإمارات للشطرنج. فيها البطولة هي تعكس مستوى اللاعبين وتعكس وتنافس على هذه الكأس الغالية. وتشارك في البطولة 44 لاعبة أبرزهن أمنة نعمان وبشاير خليل من نادي دبي للشطرنج والثقافة وديمة الكلباني من نادي العين للثقافة والشطرنج، بينما في بطولة الناشئات تتقدم المشاركات روضة السركال من نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بطلة العالم تحت 8 سنوات لعام 2017. مفاجآت كبيرة وأحداث مثيرة في بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج سنواصل رصدها وسنوافيكم بها في الحلقة القادمة بمشيئة الله. ومن الرقعة الشطرنجية إلى الملعب الأخضر والذي عشنا من خلاله ودية الكرة بين منتخبنا الأبيض لناشئات الكرة والمنتخب الأذربيجاني، وهي التجربة التي انحازت نتيجتها للمنتخب الضيف بهدفين دون رد. تفاصيل المباراة في التقرير التالي. على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد كرة القدم بالخوانيج خاض منتخبنا الوطني للشابات مباراة ودية دولية أمام نظيره الأذربيجاني، جاءت ضمن تحضيراته للاستحقاقات القادمة في التصفيات الآسيوية 2018 والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
ورغم أن المباراة انتهت بخسارة منتخبنا بثنائية، إلا أن اللاعبات عبرن عن رضاهم بالأداء حيث كانوا ندا قويا للفريق الأذربيجاني. لعبنا اليوم ضد منتخب أذربيجان، الحمد لله أدينا عدل، مو مهم النتيجة، أهم شيء الأداء. أشكر فريقي على الأداء الزين، وإن شاء الله نتعلم من أخطائنا مرة ثانية. مثل ما شفتوا المباراة كانت سلبية بالنسبة لنا، وعندنا وايد إصابات في الفريق، إن شاء الله بنعوضها، والأخطاء اللي كانت صايرة بنعوضها في التمارين إن شاء الله. بس مع ذلك يعني نحن نحتاج الإصابات أكثر من الشسمة، الإصابات هم كانت جزء أساسي منها ومتمرنين على هالمركز، فغيرهم ما كان متعود على هالمركز أساسا، فنحن كنا نحتاجهم. إن شاء الله المباراة الجاية بنعوضها بهالإصابات زين، إن شاء الله بتحضرون بنتيجة إيجابية. غير عن هذه تعلمنا الخصم كيف يلعب، إن شاء الله بنعوضها إن شاء الله. بينما أكد عزام أحمد مدرب منتخبنا الوطني أن اللاعبات لديهن الموهبة والقدرة على تقديم أداء جيدا، وكان ذلك جليا في المباراة، فعلى الرغم من فارق القوة البدنية التي كانت لصالح منتخب أذربيجان الضيف. الهزيمة من منتخب صاحب خبرة بهدفين لا تقلل من شأن منتخبنا الوطني للناشئات، باعتبار أن منتخبنا ما زال في طور البداية ويحتاج المزيد من التجارب والمباريات الودية القوية ليكتسب من خلالها الخبرة المطلوبة التي تساعد عند خوض اللقاءات والبطولات الرسمية. ومن تجربة الكرة إلى صالة السلة لنعيش مع عمالقة الرميات لمنتخبنا الوطني وسيدات الشارقة، اللاعبة أمل بن حيدر، والتي يسعدنا أن تكون ضيفة معنا داخل الاستديو. نرحب فيك كابتن أمل. يا مرحبا فيك، أنا يسعدني ويشرفني أن أكون متواجدة معاكم هني، ومشكورين على هالاستضافة. في البداية بنطمن عليك أمل، الحمد لله على سلامتك من الإصابة اللي أصبتيها من أسبوعين تقريبا، لو تقولي لنا شو استوى فيك وهل بتردين تلعبين في الدوري؟ ان شاء الله بلعب، بعد طبعا العلاج اللي انا قاعده اخذه من في المؤسسه على ايادي المعالجات، مقرر ان انا العب في مباراه نهائيه. الاصابه صارت قبل اسبوعين مع مباراتنا ضد الشرقيه في ملعب الذيد، التوى الكاحل عندي وصار في يعني اسمه جريد سبرين 2، بس ان شاء الله خير. يعني بتردين تلعبين في الدوري ولا بعد؟ لا، بلعب في الدوري في مباراة نهائية إن شاء الله. أمل، طبعا كلمينا عن مشوارك في عالم الاحتراف. آخر مرة خدتي مع فريق النيابة لقب هدافة الدوري، فلو تكلمينا عن المشوارك الثلاثة اللي خدتيهم في البحرين وعندنا في الإمارات. في الإمارات أول مرة خذوني كلعبة محترفة في البلدية في دبي، وخذنا المركز الأول وخذت فيها أفضل لاعبة، وقتها كان قبل 5 سنين يمكن. وفي سنة 2015 احترفت في البحرين، لعبت معهم الدوري وخذنا المركز الأول، وهذه آخر يعني آخر بطولة لعبت فيها في دورة شيخة هند، خذت فيها أفضل هدافة.
مستعدة للدورة العربية أمل؟ أكيد طبعاً. يعني إن شاء الله الكأس عندكم؟ إن شاء الله بإذن الله. يعني إحنا قاعدين نشتغل على هالشيء من شهر 9 تقريباً. المدربة مش مقصرة طبعاً، أستاذة ندى متابعة هالموضوع من زمان، وشيخ جوار مقصرة في كل شيء، بس إن شاء الله بإذن الله إن إحنا يعني ما نتخلى عن هالكأس. يعني إحنا خذناه قبل سنتين وإن شاء الله بيتم عنا إن شاء الله. الذي أثلج صدورنا قبل انطلاقة النسخة الرابعة للدورة العربية للأندية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 و 12 من فبراير المقبل، هو المشاركة السعودية في الدورة ومنافستها 9، حيث يمثل المملكة عدد من الأندية السعودية النسائية، منها نادي جدة الأخضر الذي ينافس على صعيد لعبة كرة الطاولة، وجامعة الأميرة نور في ألعاب القوى، وغيرها من الأندية. كابتن أمل بن حيدر، انتصار جديد للفتاة السعودية وهذا مكسب كبير للدورة العربية، شو رأيك في هذا الشيء؟ هذا يعتبر فخر للمرأة السعودية أنها تشارك في مجال الرياضة. طبعاً نحن كان ينقصنا هذا الشيء، يعني إحنا نشوف المرأة السعودية تشارك في جميع الألعاب، هذا بيزيدنا وبيزيدهم هم خبرة، وبيزيد يعني نقطة مهمة في دورة الألعاب للأندية هني في الشارقة. يعني احنا فخورين بهالشيء وسعيدين جدا ان احنا يعني نستضيفهم هني عندنا في الشارجة. اكيد المرة اللي طافت قبل سنتين كانوا بس في الخيول، والحمد لله الحين في 9 الالعاب. الحمد لله. الحمد لله، هذا فخر طبعا. طبعا اكيد. الجديد في دورة جواهر للأندية العربية للسيدات هو تحفيز المشاركات فيها بثلاثة كؤوس للتميز، كأس التفوق الرياضي، كأس التميز الرياضي، وكأس اللعب النظيف. المعنى والمغزى في سياق التقرير التالي. في خطوة تهدف إلى مزيد من التحفيز لتحقيق التفوق واللعب النظيف، أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018 أن تخصيص 3 كؤوس تحفيزية جديدة لأول مرة في تاريخها، والتي سيتم تقديمها في دورتها الرابعة التي تقام في الشارقة في فبراير من العام المقبل، وذلك تأكيدا على رسالة البطولة في تشجيع اللاعبات المشاركات على التميز. وتشمل الكؤوس الثلاثة على كأس التفوق الرياضي، وكأس التميز الرياضي، وكأس اللعب النظيف، وتشكل تقديرا من اللجنة العليا المنظمة للبطولة للاعبات المتفوقات وتثمين أدوارهن الكبيرة في المنافسات، والاهتمام بالتميز الرياضي الذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوياتهن ومواهبهن، إلى جانب تعزيز ثقافة اللعب النظيف التي تنادي بها جميع الأعراف الرياضية لما لها من أثر كبير على صعيد التنافس الشريف. وأشار السعادة ندى عسكر المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018 رئيس لجنتها التنفيذية، إلى أن الكؤوس الثلاثة تؤكد على الجهود المستمرة التي تقوم بها الدورة على صعيد الخروج بحلول ومبادرات فريدة من نوعها تدعم الارتقاء بواقع الرياضة النسوية وتنمي من مهارات وخبرات اللاعبات على المدى الطويل. بالفعل التميز هو ما سوف ينقل الدورة لعالم الاحترافية، حيث من شأنه التحفيز والدافع لبذل الجهد والعرق. تتفقين وياي أمل في هذا الشيء؟ أكيد، يعني هذه الكؤوس تحفز اللاعبين أنهم يبذلون مجهود أكثر، يعني المجهود اللي هم يبذلونه مثلا لدوري معين يعني يجبرهم أنهم يبذلون يعني تقريبا أضعاف الجهد. يعني أنا مثال، أنا أخذت كأفضل هداف عربية، أخذت هالكاس قبل سنتين، أنا هالشيء حفزني أكثر أن أنا مش بس يعني حتى في المحلي، حتى خارجيا، حتى في المنتخب، أن أبذل أقصى مجهود عندي، ولو عندي أقصى ممكن أني أسويه. طبعا باقي اللعبات أنا يعني ودي أشوف كل اللعبات يعني يبرزون، بس المنافسة هاي يعني في النهاية يتم الأقوى. يعني أنا أخذت يعني بعد الدورة العربية كان في مباراة أنا جبت فيها 60 نقطة، يعني هالشيء حفزني وايد، واللي بعدها جبت فيها شيء 58، يعني هالشيء لأن من حافز الكأس اللي أنا أخذته كنت حابة أن أخلي المستوى نفس ما هو، ما كنت أبغي لا ينزل يعني بس أبغي يرتفع. يعني بإذن الله إن شاء الله أن إحنا نرفع المستويات. يعني هالثلاث كؤوس كلها حق فريقكم؟
ان شاء الله يا رب، ليش لا؟ ان شاء الله. امل، شو تحضيراتك حق الدوره العربيه بما ان انتم بادين من شهر 9 تدريبات ومعسكرات، فلو تكلمينا عن هاي التحضيرات شوي. احنا قاعدين نحضر يعني كما شف يعني احنا شايفين الدوره العربيه اللي صارت في مصر الاسبوع اللي طاف، طبعا الفرق كانت قويه اللي فاز بالكاس والنادي الاهلي المصري، طبعا منافسين اقوياء اللي بيكونون في هالدوره، فاحنا قاعدين نتحضر لها، وطبعا تجهيز مش بس في الملعب، طبعا تفكير اللياقه بدنيا كامل عشان نقدر ان احنا يكون في تفاهم من بيننا في الملعب، كيف نقدر اذا مثلا كنا الله لا يقول ان خسرانين مثلا فرق 10، كيف نرفع هذا النتيجه هاي وتودينا للفوز. امل، لو تقولينا من هم اهم المنافسين بالنسبه لك؟ طبعا فريق المصري والجزائري والاردني، والحين يعني مدخله من بينهم الفريق البحريني. اتدربتي مع كابتن هالة حين يعني في الفرق؟ أنا أتمرن مع كابتن هالة شحادة في المنتخب، لكن في المؤسسة مدربة غادة الراعي هي اللي تدربني. زين أمل، بصراحة شو الفرق من بينهم؟ بما أن أنت حين تدربين يا الاثنين. يعني كل مدرب خبرته غير، يعني مدربة هالة كانت أول مدربة عندي للسلة، كانت هي مدربتي الأولى، من كان عمري 9 سنين كنت أدرب معاه في النادي الأهلي. بس كابتن غادة يعني وسعت لي شوي تفكير السلة، يعني من ناحية أني خلتني أنا الحين أقدر ألعب في أي مكان، مش شرط أن أنا لعبة فقط تحت السلة، أقدر ألعب فوق أو تحت أو صانعة ألعاب حتى، يعني خلت تفكيري مش محدود، وسعت التفكير عندي، يعني طورت مهاراتي، طورت تفكيري للسلة، طورت حبي للسلة زيادة. أكيد. أمل، بعيد عن السلة شو هي أكثر اهتماماتك؟ السفر، وايد أحب أسافر، يعني من فترة لفترة لازم أسافر، أحب أستكشف أشياء جديدة، أحب أشوف أماكن جديدة، أحب أتعلم أشياء جديدة من يعني الثقافات الأخرى، أحب أشوفها أتعلمها، هاي يعني هواياتي الأولى. أكيد. أمل، طبعا رد نقول لك الحمد لله على سلامتك ومنورتنا اليوم، ونتمنى لكم التوفيق انتي وزملائك اللي في النادي. امين يا رب. شكرا كابتن امل بن حيدر على تواجدك معنا ضيفه في استديو رياضه المراه، نتمنى لك المزيد من التالق والنجاحات سواء من سيدات الشارقه او منتخبنا الوطني. شكرا. وصلنا للحظة النهاية، ولا يتبقى سوى دعوة أمل بأن نكون قد وفقنا في اختيار فقرات حلقة اليوم. موعدنا معكم يتجدد في الحلقة القادمة، وإلى أن يحين الموعد أستودعكم الله.